البحر مصدر ثروة وقوة للشعوب والدول. بازدياد أهميته الاستراتيجية ازدادت أيضاً أخطاره وكوارثه وتهديداته. اليوم نتعرف على الكتيبة 560 لحوامات البحث والإنقاذ البحري التابعة للقوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، أين اكتشفنا عن كثب رجالاً الإنقاذ مهمتهم. وفقاً للاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ، أنشأت الجزائر المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر كهيئة مخولة بتنسيق ومتابعة كل عمليات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الجزائرية التي تبلغ مساحتها 125 ألف كيلومتر مربع. منطقة مسؤوليتنا للبحث والإنقاذ شاسعة جداً، فهي تمتد في شرق البلاد إلى ما أكثر من 250 كيلومتر من الساحل، ولهذا يستوجب أن نكون لنا وسائل قادرة للوصول لهذه المناطق، وباقتناء المروحيات بحث الإنقاذ أخيرا لقد أصبحت لنا قدرات تمكننا بالتدخل في هذه المناطق البعيدة وفي أي وقت وفي أي حالة مناخية. الكتيبة 560 لحوامات البحث والإنقاذ البحري تعتبر أول وحدة طيران للقوات البحرية الجزائرية، مهامها الأساسية هي البحث والإنقاذ في البحر. هذه المهام تنفذها أطقم مختصة تستعمل أجهزة متطورة للبحث وتصوير ليلا ونهارا، وكذا مختلف الطرق وأساليب البحث المعمول بها دوليا. تتم عملية الإنقاذ في الظروف المناخية الصعبة وفي مختلف المواقع، وتشمل إنقاذ الأفراد من البواخر وفي عرض البحر وفي المناطق الصخرية الساحلية، وأيضا في حالة حدوث كوارث طبيعية. للقيام بهذه المهام بالفعالية المطلوبة، الكتيبة مزودة بنوعين من الحوامات مجهزة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من أجهزة ومنظومات خاصة بالبحث والإنقاذ البحري. هذه الوحدة ذات الطابع الخاص والمهام الاستثنائية تضم في صفوفها ضباطاً وضباط صف من نخبة رجال القوات البحرية الجزائرية، طيارون متمرسون، ضباط ملاحون، مستغلو رادار، منقذون غطاسون، مهندسون وتقنيون، كلهم مجندون من أجل هدف واحد هو إنقاذ الأرواح البشرية المهددة في البحر. عايشنا عن قرب يوميات الكتيبة 560 لحوامات البحث والإنقاذ، أين كانت لنا فرصة اكتشاف هذا العالم المثير، عالم محفوف بالمخاطر والمفاجآت. هؤلاء الرجال دوماً في عمل دؤوب وتدريب مستمر للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، ليكونوا في استعداد دائم للقيام بأي مهمة إنقاذ. هذه المهام التدريبية تتم بصفة دورية ومستمرة على مدار طول السنة، والهدف منها هو بلوغ أعلى جاهزية لأطقم الكتيبة 560، وذلك تحسباً لأي تدخل عمليات طارئ لإنقاذ الأرواح البشرية ليلاً أو نهاراً وفي الظروف الجوية الجد معقدة.
إنهم جاهزون دائماً للتدخل في أي لحظة لإنقاذ الأرواح البشرية، يقومون بعملهم في كل الأوقات والظروف، لا يثنيهم أي شيء عن القيام بمهامهم النبيلة. الشجاعة، الثقة بالنفس، روح المسؤولية والمبادرة هي الصفات التي لمسناها لدى أطقم الحوامات أثناء قيامهم بمهامهم التدريبية، مهام تتم بصفة دورية وفقاً لبرنامج محكم يمتد على مدار السنة. كما شاهدتم هذه كانت عملية تدريبية، وإن حبينا نديروا سيناريو قريب جدا من الواقع، سيناريو إنقاذ شخصين كانوا على وشك الغرق في البحر. وهذه المهمة التدريبية اللي نقوم بها يوميا، ذلك لضمان الجاهزية العملياتية في اليوم الذي نحتاج فيه إلى التدخل لإنقاذ أرواح في وسط البحر. يعملون في الليل كما في النهار، يتحدون قساوة الطبيعة وعتمة الظلام في سبيل إتمام مهمتهم وإنقاذ من هو في حاجة إليهم. هم واعون تماماً بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإنقاذ الأرواح ليس بالأمر الهين. لا يدخر هؤلاء الرجال أي جهد للقيام بمهامهم على أكمل وجه، مهما استدعى الأمر من مخاطر وتعب وتضحيات. هم دائماً في سباق مع الوقت، يسعون لبلوغ موقع المهمة في أقصر الأجال، لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص. يقومون بعملهم بكل قناعة وفخر، لقد أصبحوا يحبون هذه المهنة، ورغم أنها تعرضهم للخطر بشكل دائم، إلا أنها تتيح لهم فرصة مد يد المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها. جاهز دائما لأي تدخل، بحيث نقوم بتدريبات مستمرة للبقاء على جاهزية تامة. نشعر بفخر كبير لأننا نساهم في إنقاذ أرواح ناس بحاجة إلينا. لازم الواحد يتحلى ببرودة أعصاب، لازم يتحكم في الأعصاب بتاعه، ولازم يهيئ نفسه، لازم يهيئ روحه نفسيا في كل الظروف. مهنة نبيلة إنقاذ أرواح نظن ما كانش ما أحسن من الشيء هذا. عندما نقوم بعملية إنقاذ حقيقة يعني الإنسان يحس بشعور بفخر واعتزاز، لأنه قبل كل شيء هذه عملية إنسانية. نفتخر بالمهنة تاعي باسكو حبيتها، يعني حبيتها على جال الشيء هذا. في مهام الإنقاذ السرعة مطلوبة، لكن التركيز وضبط النفس والرصانة لابد أن تكون العوامل المشتركة لأطقم حوامات الإنقاذ، فمهامهم تتطلب السرعة في التنفيذ كما تتطلب الدقة المتناهية والتنسيق الجيد.
تصويرنا لهذا الفيلم تصادف مع تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ لإشارة إنذار لطلب النجدة لإنقاذ أشخاص أجانب في حاجة للمساعدة في منطقة المسؤولية الجزائرية للبحث والإنقاذ، في الحين يبدأ التحري عن هؤلاء الأشخاص الموجودين في خطر ويتم تحديد إحداثيتهم لتبدأ مباشرة عملية البحث الفعلي بالتنسيق مع الكتيبة 560 للبحث والإنقاذ. والهدف من هذا الاجتماع هو تحضير جميع الخرائط وجميع الوثائق وجميع المعلومات المتعلقة بهذه المهمة وتقسيم الأدوار على جميع الطاقم من أجل تنفيذ المهمة بسرعة وبدقة. تم تكليف هذا الطاقم للقيام بالمهمة، كل واحد منهم واع بواجبه ويعرف دوره جيدا. مباشرة بعد الوصول إلى المكان المحدد تبدأ عملية الإنقاذ على الفور. يشرع الآن في إنزال المنقذ الغطاس بواسطة جهاز الرفع للحوامل. طاقم الحوامة يعمل بتنسيق وتكامل كبيرين يعكسان المستوى الجيد والجاهزية التي بلغها أفراده. إنها اللحظة الحاسمة. بمهارة كبيرة يتم الإنقاذ ويرفع المنقذ بأمان إلى الحوامة. الكتيبة 560 لحوامات البحث والإنقاذ أثبتت فعالية كبيرة في عملها من خلال المهام العديدة التي تم تنفيذها بنجاح واحترافية بفضل كفاءة أطقم الحوامات وأفراد الإسناد التقني، كما أن الخصائص الفنية والقدرات العالية لهذه الحوامات ساهم بشكل كبير في تسهيل مهام أطقمها. بإمكان هذه الحوامات التحليق لمدة طويلة فوق الهدف بثبات وتوازن بشكل يمكن طاقم الإنقاذ من القيام بمهمته بنجاح. كما أنه بإمكانها الهبوط على سطح السفن الكبيرة إذا استدعى الأمر القيام بعملية إسعاف أو إخلاء صحي. هذه الحوامات مزودة أيضاً بوسائل جد متطورة للعمل في حالات الرؤية السيئة وأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء للعمل في الليل بغرض ضمان الجاهزية الدائمة لمروحيات الإنقاذ. تسهر المصالح التقنية للكتيبة على المراقبة الدائمة للمروحيات بمتابعة ضمان سلامة كل المنظومات والأجهزة الموجودة على المتن. تتكفل الهياكل التقنية الموجودة على مستوى كتيبة البحث والإنقاذ بضمان الجاهزية القصوى لحواماتنا، وهذا لتمكينها للطيران في جميع الظروف. نظراً للمواصفات الفنية والتكنولوجية العالية لهذه الحوامات، يعتمد فريق المهندسين والتقنيين على تنفيذ برامج الصيانة في كل المستويات وفقاً لأحدث التقنيات في هذا الميدان. التحكم في هذه التكنولوجيا والسيطرة عليها يتطلب اطلاع دائم للتقنيين وتكوين مستمر بعمليات الصيانة التقنية. تنقسم إلى قسمين، كاين صيانة ساعية وصيانة زمنية، بالإضافة إلى قيام بأشغال إعادة الحالة الطبيعية للحوامات، وهذا في حالة العطب مثلاً.
من أحدث التقنيات المعتمدة في برامج صيانة حوامات الإنقاذ تقنية التشخيص المسبق للأعطال قبل وقوعها من خلال إجراء بعض التحاليل الطيفية للمحركات والتحاليل الاهتزازية للأجزاء الدوارة للحوامة. الكتيبة 560 لحوامات البحث والإنقاذ البحري ورغم حدثة نشأتها تمكنت من إعطاء دعم قوي لمنظومة البحث والإنقاذ في الجزائر، فبفضل هذه الوحدة التي تدعمت بها قواتنا البحرية أصبحت منطقة المسؤولية الجزائرية للبحث والإنقاذ أكثر أمناً، لأن هناك دائماً عيون ساهرة لرجال الإنقاذ مهمتهم.